قال فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان أن الجزائر بإمكانها العودة لتطبيق حكم الإعدام دون أي إشكال، مؤكدا أن التزامات الجزائر الدولية واضحة وفي مجالات معينة. البلاد كما الجزائر مضات على اتفاقية دولية من الصعب باش ترجع عليها، من الصعب إنها الجزائر كي تفوت وتمضي وتعطي الكلمة أنزعها، من الصعب باش ترجع عليها. ولكن حاجة ممكنة، إنها حاجة ممكنة. أولا تقدر ترجع مؤقتا على اتفاقية جمدها بصفة مؤقتة، ثانيا على أسباب داخلية صارمة ولتظهر أنها عندها أساس هام بواسطة استفتاء. بعد الاستفتاء ممكن للدولة الجزائرية أنها تبرر الموقف بتاعها دوليا وتقول يا ودي أنا الظروف لزموني باش نوقف ونجمد اتفاقية ونرجع لتطبيق عقوبة الإعدام لمكافحة الظاهرة هذه تاع اختطاف وقتل الأطفال فقط.